السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع. صحة فطوركم. دونك في هذا الفيديو المرحلة الثانية كما وعدناكم، كاين بزاف ناس سجلت وحدها ولا سجلناهم احنا عن طريق المكتب تاعنا ونجحوا باش يكريو ان كونت في البول امبلوا. بقات لهم صعوبة فقط كيفاه يعمر لو سي في تاعو، كيف يعمر لي كومبيتونس ليكسبيريونس، كيف يبوستولي، كيف ياكتواليزي اكسترا اكسترا، ما لقاوش يعني شنو هي الطريقه. دونك في هذا الفيديو المبسط راح نحاولوا نعطيكم بعض التعليمات باش تقدروا تافونسيو في لو باركور تاعكم. دونك اي واحد يدخل في جوجل باغ اكزومبل يكتب بول امبلوا، دونك تروح عند اكوي بول امبلوا، هوب تكليك، دونك راح تطيح في الواجهه الرسميه تاع لو سيت. دونك تجي عند كونيكسيون، فوالا تروح عند كونديدا، فوالا دونك دخل لو نو ديتيليزاتور. راح ندو ان كونت من الناس اللي انسكريناهم، الاخ بن عيسى يسمح لنا ما ديناش لوتوريزاسيون تاعو، تاع على بالي بلي ما يزعفش. فوالا دير بور سويفغ، دير لو مود باس تاعك، كونيكتي، فوالا. دونك لما تجي في الواجهة الرسمية دونك اوتوماتيكمون تحوس كيفاه تعمر لو سي في تاعك. الوغ تو فيان هنا كومبليتي et rendre visible mon profil. Hop. Et avec, voilà, le parcours, les compétences, CV et réalisation, métier, recherche et projet, ce que je monte. À la CV limitale, le CV, maintenant le CV, pour créer le CV tag, vous pouvez télécharger, créer, modifier, dupliquer vos CV. Pour créer mon CV, trois étapes. Choisir le contenu de mon CV à partir des éléments de mon profil. Choisir la mise en forme de mon CV, les couleurs, modèles les plus adaptés. L'enregistrer au format PDF. D'accord? Donc, là, soit on te glisser le CV tag, soit on te créer. Soit télécharger vos bachelors de CV tag, ou te créer un CV. Donc, on dit créer un CV. Voilà. Donc, on te dit. Créer un CV avec titre accroché avec Gal Marahil. Donc titre et accroche expérience, formation, centre d'intérêt, compétences, langue, permis, etc. etc. Tête validée. Tel Marahil Akhira. Maintenant, le titre et accroche le titre plutôt court, reflète votre objectif professionnel. معناتها انت وشنو هي المهمة الأساسية تاعك، وشنو هي معناتها لو ميتي تاعك. مثلا يكون باغ اكزومبل إلكتريسيان على سبيل المثال، إلكتريسيان، فوالا. ومن بعد يقول لك واش عندك، يعني لاكروش ا بور بوت داتيري لاتونسيون دي ريكروتور دو فو démarquer des autres candidats en quelques mots, cadre de comprendre le recruteur, le métier recherché et lui donner envie de vous rencontrer. Maintenant, tu as Nubda, serait à la barque, fakat à la, le parcours tag, je suis électricien, bâtiment, par exemple. Ou tu peux t'exprimer, yani tu peux t'exprimer, tu peux t'exprimer. Le parcours تاعو ولا هذا لو ميتي تاعو اللي هو يعتبر لو بوان لو بلو فور. دير سويفون. ومن بعد لي زيكسبيريونس يحولك مباشره للمرحله الثانيه يعطيك اوتوماتيكمون لي جون ديزيكون لانفورماسيون سيغا فيزيبل دون فوتر سي في باغ اكزومبل. هنا هاو خرجها لك بري فيزواليزاسيون. سويفون. Voilà, les formations, donc automatiquement, dès les formations TAC, l'information ne sera pas visible ou la sera visible, vous pouvez modifier, etc., etc., etc. Donc suivant, les compétences TAC,
دونك تعمل لي كومبيتونس، تعمل لا لونغ تاعك، تعمل لو بيرمي تاعك اكسيتيرا اكسيتيرا، وتكمل المراحل تاعك كاع اون جينيرال. هذا بالنسبه لو سي في، عطيتكم فقط كيفاه تكريي ان سي في. كاين النقطه الثانيه نحب ناكد عليها، هي اي واحد كريا ان كونت لازم يكون في العلم تاعك انك لازم شاك موا دير اكتواليزي. دونك هنا مثلا هما شاك موا اونتر لو 28 اي لو 15 تاع لو موا بروشان لازم دير اكتواليزي. هاو يعلمك بها ما عندك طول في لو كونت، لازم ما تهملش النقطه، شهريا لازم دير اكتواليزي. فوالا دونك روتور، هنا دير لك ايرور اوتوماتيكمون باسكو راك ا ليترونجي، مي سيغا اكتواليزي. ابري النقطه الثالثة اللي حبيت نأكد عليها في هذا الفيديو القصير، مثلا كيف تحوس على لي زوفر. دونك مثلا تحوس هنا دير إلكتريسيان باتيمون لي دو ترافاي فرانس ولا مثلا ديال ايل دو فرانس. هاذي عطيها لك هنا اوب، ودير ان ريشيرش. دونك راح يعطيك تقريبا كاع لي زوفر اللي كاينين. كاين 367 اوفر بور الكتريسيان باتيمون ايل دو فرانس، وتشوف شاك اوفر هادي بيبلي اجوردي بيبلي اجوردي. نتا الناس بالنسبه اللي راهم في الخارج يحاولوا يشوفوا لي زونسيان، معناتها القدم اقدم اوفر اللي ما لقاوش فيها. باريزوم هادي بيبلي ايليا دو جور، وهنا الفو فير اتونسيون، هادو اللي تلقاو فيهم لانسين تاع بولون بلوا، معناتها سي بولون بلوا هي اللي تجي ليهم، وهادو لي زوتر سوسيتي معناتها راهم ريلي افيك بول امبلوا. هنا راح يديريجيك فير لو سيت دو ريكريتور ولا سي دي بواط انتيريم راهم حاطين لوفر. مثلا الكتريسيان باتيمون ولا الكتريسيان دو باتيمون لما ندخلو هادي سي بول امبلوا راهي تجي ليها. دونك لما تروح لو ديسكريبتيف يعطيك كاع وشنو هو، معناتها وين المكان تاعها، اكتواليزي لو 11 ماي، لو نيميرو تاع لوفر، وشنو هو البروفيل دوموندي، وشنو هو لو سالير، وشنو هما لي ميسيون اكسيتيرا اكسيتيرا، فوار لونتربريز. دونك هنا تقدر تبوستولي مباشرة، داكوغ. دونك ريبوندر ا سيت اوفر. هنا تقدر دير شوازيغ ان سي في مثلا، هوب vous n'avez pas encore de CV parce que nous avons besoin de créer le CV. Là, parce que quand il qu'on a de créer le CV, tu as directement postulé, etc., etc. Ou tu commences. بالنسبة les offres, dire fermé là. Nous allons voir une offre d'emploi de quoi. Par exemple, on va dire à Monster. Donc on a fait Monster, c'est la même chose. Chef d'équipe électricien, il a déjà les détails de l'offre, d'accord. Directement sur le site du partenaire. Maintenant, il est dirigé vers l'offre directement la source de ha. Je connais les hashtags, donc on a ces monsters, monsters. Hop, 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 hop. Vous terminez, vous trouvez postuler, inscrit. Maintenant, fait monster, vous postulez. Donc, il y a deux types. Il faut faire attention. Donc, il y a deux types. Tu as les offres qui interpellent l'emploi. كي تكون عندك لو سي في تبوستولي ديريكتومون، سينون إلا كان ان سيت دان اوتر ريكروتور تدخل في لو سيت يديريجيك فير ان اوتر سيت وتبوستولي ديريكتومون. دونك هادي هما ثلاث نقاط اللي حبيت باش يعني نوجهكم ليهم. دي فوا تقدر تافيني لا ريشيرش تاعك، داكور، اوفر كريي دوبوي تو لي زوفر، انت دير دوبوي مثلا باش تكون الفرصة أكبر للناس اللي راهم في الخارج، دير دوبوي ان موا. داكوغ، وتشوف واش راك تحوس، اسكو تحوس سي دي ولا سي دي دي ولا ميسيون انتيريما ولا سي دي انتيريما ولا سيزوني. حاولوا تركزوا على لي سيزوني، فيهم
فيهم دي زوفر مناح فو فير اتونسيون اكسيتير. المهم هنا سي بور فيلتري ولا سي بور افيني لا ريشيرش تاعك تطلع على حساب لي زانونس القدم، لان لي زانونس القدم اللي مازال ما لقاوش فيهم لا مين دوفر هذوك هما اللي يكون فيهم فرصه اكبر بالنسبه للناس الاجانب. دونك ثلاث نقاط ما لازمش تنساوهم، لازم تاكتواليزي لو كونت تاعك، لازم تعمر لو سي في تاعك لي كومبيتونس تاعك، ولازم افيني لا ريشيرش تاعك وتحوس بوكو بلوس على لي زانونس لي بلو اونسيان باش يكون عندك فرصه اكبر في النجاح. شكرا جزيلا، السلام عليكم.